ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة باش غنسولوا المواطنين منين خرجات مدونة الأسرة حتى لدابا، وزادوا فيها بعض التعديلات، كي جاتكم واش شي اقتراحات في التعديلات هذه المدونة؟ إلا بغيت تعرفوا واش عندهم شي اقتراحات ولا لا أجوا معايا. أشنو بان لك في هذه المدونة ديال الأسرة منين خرجات الوجود حتى لدابا ومازال غيديروا فيها بعض التعديلات، والصالحة ولا لا؟ صالحة والو، ما صالحة حتى شي حاجة. واه شحال من واحد ولا متشرد دابا، شي راجل كتقابل هنا خديت شرب هنا كيقول لك المرتي دات ليا كل شيء، يعني سبب المدونة وحرضات عليا ولادها، حرضت عليا ولادها، ولا من المرأة كتطلق فين كاين حتى واحد الامتياز كثير بزاف كاع، خاصها تغير المدونة فهمتي. كون المرأة دابا راه غيزيدوا فيها بعض التعديلات، شنو الاقتراح ديالك أنت كمواطن تقترح عليهم يزيدوا فيها التعديلات؟ ما يضيعوش الراجل دابا، الراجل شحال من واحد دابا نص المغرب دابا من واحد زناقي دابا مرتو ولا قاد ديك لافونتاج اللي كانوا عاطينا فهمتي، يروح الزنقه المصيبه كتحرط على الولاد حتى هما ما يبقاوش يحملوه، وكيدير الراجل كيربي ويخدم في الاخر تلوحو. ودوانو واش كتشجع الشباب على الزواج؟ لا بالعكس، كتهرب بنادم، بنادم ما يبقاش غيتزوج، غيتزوج بنادم، بنادم يبغي يتزوج بنادم يلقى راسو ما يولي ملوح في الزنقه ولا في الحبس ولا في شي حاجه تابعه في الصيف ولا تابعه في بنادم كل صالح خصو يدير شي حاجه، يديروا للمراه المراه ما تضيعش راه ما يضيعش. دابا هذا الشيء اللي كان دابا راه الراجل هو اللي ما باكل العصا، يعني تكون مدونه في صالح المراه وفي صالح الراجل. هذه المدونه انا هذه الحقوق اللي سمعت بالنسبه للمراه اللي كانوا عندها الوليدات، راه هذوك الوليدات ما يضيعوش من حقها، خاصها تبقى مجموعه مع وليداتها. حتى دابا انت وليدو ولاو مشردين هاد الوليدات، واش غنقول لك؟ هاد المدونه انا بعدا عجباتني. واش يعني باش كتشجعهم باش يتزوجوا ولا كيخافوا؟ يعني مثلا كيقول انا غنشري البارطمون وهادي وهادي في الاخر ديها ليا المراه، ولا هاد الزواج تاع اليوم قليل اللي كيتزوج، ولا اكثر دابا المراه هي اللي كتكون عندها كيقلب على المراه اللي عندها البارطمون. هو صراحة هو باغي يدي لها البارطمون، باغي يدي لها البارطمون. هادي كاينه انا عشتها عشتها، كيقولوا واش عندها الدار واش عندها الراجل ما خدام، كيقول لك انا ما عنديش الدار، كانت عندها البارطمون وكانت بخير نتزوج بها. وانت مع التعديلات اللي زادوا في هذه المدونه ديال الاسره ولا ضد؟ واه كذب عليك، انا مع الحق، مع الحق، انا يعني ما تضيع على المراه لا الراجل. ما عنديش اون ايدي على لي بوان اللي ديسكوتيو في عند هذوك اللي مختصين، ما عنديش فريمون اون ايدي. انا كنشوف غير يعني غيكونوا تعديلات ولكن باقي ما خرجوش بشي تصريحات. الا كانوا تعديلات انا جو بريفير زعما يكونوا تعديلات اللي غادي، يعني اقتراح منك انت في التعديلات؟ اقتراح مني سكو انا شوف انا هذوك لي ديتاي فريمون ما كنفهمش فيهم بزاف ما عارفهم، مي انا سكو زعما سكو جيماجين سكو هاد المدونه تكون او موان كتيكيليبري داك الراجل والمراه بزاف الحقوق، صافي جاك الحق اللي غتعطيه الراجل تعطيه حتى المراه. ماشي مثلا جوست واحد ليكزومبل، ماشي مثلا الراجل اللي بغى يتزوج على المراه غادي ينوض بين عشيه شي نوض روحها يجي يقول لها الله يعاون صافي غنمشي نتزوج. دونك هذا الشيء كي ديفالوريزي شي شويه، يعني خاص مدونه اللي تحمي الراجل وتحمي المراه. بيان سور بيان سور، باسكو في العالم كامل كاينين مدونات اللي كيحميو الراجل والمراه، سي كوم سا كون افونس في لا سوسيتي، يعني بحال الراجل بحال المراه. اجوردي راه كتشوف العيالات راه ولاو كيشدوا لي كرون بوست، راه كتشوف راجل بيلوت كتشوف مراه بيلوتا، دونك سي بجوز خاص يكون. ميرسي ميرسي بوكو. نهار خرجات الوجود مدونه الاسره حتى لدابا ومازال غيزيدوا فيها بعض التعديلات. واخويا راه بزاف، ما حنو الدرويش وما حنو الشباب ضيعوه. انا ما نتزوجش انا دابا، انا واخا يقولوا لي تزوج ما نتزوجش. علاش؟ المدونه خاصك فلوس، خاصك بزاف الحوايج، تبغي تطلق خاصك روينه، تبغي تقسم معاك 20% بزاف بزاف اخويا. هادشي راه قصحوا بنادم ما يبقاش يتزوج، غيولي منكر بزاف فاش صعبوا هاد المدونه. دابا هاد المدونه واش غتشجع الشباب على الزواج ولا لا؟ تشجعهم على الطلاق وما يتزوجوش والو والو والو، ما يتزوجهم والو، كحلوه على الشباب. ودابا غيديروا في بعض التعديلات، يعني شي حاجه تقترحها عليهم نتايا كمواطن؟ اقترح عليهم يخليوها كما في الاول، يعني ما يزيدوا فيها التعديلات، ما التعديلات مو والو، وما ينقصوا منا، يشجعوا الشباب يتزوج. دابا الشباب محنوه بزاف، فهمتيني اخويا؟ يعني هذا هو الراي ديالك؟ هذا هو الراي ديالي انا. تحياتي. شنو بان لك اختي دابا منين خرجت المدونه ديال الاسره حتى لدابا ومازال غيديروا فيها بعض التعديلات، شنو الاقتراحات ديالك يعني في التعديلات هذو، شنو تقترحي عليهم؟ حرج تعديلات. تعديلات غيزيدوا مثلا شي حاجه في القانون، يعني ديال مثلا بحال دابا لا طلقك الراجل خلي لك البارطمون. واخويا من حق المراه، واش الراجل كيتزوج بالمراه ويغرقه دراري وفي الاخر يقول ليها الطريق؟
ميمكنش خاص اللي بغى يطلق يدير لي سكان ديالو ويصرف على وليداتو، وديك الساعه اللي بغى يطلقها مرحبا يخلي لك البارطمون. يخلي لوليداتو السكن، حيت ما غيخليهاش للمراه غيخليها لوليدو. وانت اش بان لك في هذه المدونه من خرجات تدابا؟ لا مزيانه مزيانه. بالنسبه لك انت كمراه؟ بالنسبه لي انا بحال المراه، وبالنسبه للعيالات كاملين. اي مرة كتبغي ماشي الراجل يتزوج بالمرأة ويغرقها وليدات ويقول لها الله يعاون، ضروري يدير لوليدات السكن ديالو، ديك الساعة اللي بغى يطلقها ماشي مشكل، هانية. واش كتبان لك دابا انت هاد المدونة كتشجع الشباب على الزواج؟ لا دابا اسمح لي، دابا بالنسبة للشباب اللي عارف راسو قادر على المسؤولية واخا تتزوج، واللي عارف راسو ما قادرش على المسؤولية بلا ما يتزوج يتكمش. يتكمش بكل تواضع.